حملة تنظيف لنهر الخوصر الموسمي العريق في محافظة نينوى نفذها أكثر من 100 متطوع من طلبة وأساتذة جامعات المحافظة بعد أن تحول النهر إلى مكب كبير للنفايات. نعمل كمؤسسات مجتمع مدني وكفرق تطوعية بالتعاون حتى مع الجامعات الموصل وأكاديميين على إرسال رسالة مهمة تفادها كمجتمع محلي نستطيع أن نعمل على تقليل التلوث وتقليل المكبات العشوائية الحاصلة على نهر الخوصر ونهر دجلة. 100 متطوع يشارك بالحملة بمختلف شرائح المجتمع، نساء، شباب، شيوخ، حتى نعمل على تعزيز الوعي المجتمعي. كذلك تحول نهر الخوصر الذي يقسم الجانب الأيسر من الموصل إلى قسمين إلى مجرى لمياه الصرف الصحي التي تخلفها المصانع والمستشفيات والمؤسسات الحكومية المحاذية للنهر. أتينا لكي نوصل رسالة إلى الحكومة أجمع وإلى الناس وإلى الأهالي أن يتوعوا بأن هذه النفايات تحمل أمراض جسيمة وعواقبها على المجتمع أجمل، علي وعلى أطفالي وعلى الناس. يجب علينا أن نصل هذه الرسالة ويجب على الناس أن تعي ما تحمل هذه النفايات. وإلى جانب التقصير الحكومي في تنظيف ورعاية النهر، يرى متطوعون أن المسؤولية مشتركة، حيث يتحمل المواطنون مسؤولية ديمومة نظافة النهر. يفترض أنه ينظف، يصير عمليات كري للأنهار، يصير عمليات إدامة الخضار، لكن كذلك أنا ما أقدر أخليها 100% على كاهل الحكومة فقط، لكن لأنه الحكومة هي ممكن تنظف، لكن إدامة النظافة راح تكون على عاتق المواطن. ما أكو أي اهتمام حكومي. يعني اليوم لاحظنا أنه وجود أوساخ بكميات هائلة، لو تكون البلدية متكاتفة مع المواطنين ويسوون سيارات مخصصة لكل منطقة تلم النفايات، ما راح تكون نفايات مكومة في مناطق معينة. ويأمل أهالي نينوى أن يعود نهر الخوصر إلى سابق عهده الجميل بعد أن تحول كغيره من أنهر المدينة من مصدر للحياة إلى مصدر للأمراض.